هل فعلا الامراض المعديه بتنتشر في الصيف اكتر؟ يعني لو عايز اجابه سريعه مختصره قاطعه، لا خالص، غالبا انا معاك. ما انا اقول لك غالبا نقول بقى بالتفصيل شويه. يعني دايما العلماء بيقولوا الظاهره الطبيعيه اللي هو التوازن البيئي. اولا في امراض بتنتشر في الصيف وفي امراض بتنتشر في الشتاء وده بطبعها. يعني مثلا الانفلونزا بطبيعه زي ما حضراتكم قلتوا بايه كانت في الشتاء وكنا متوقعين لو جه الصيف الكوفيد 19 اللي كلنا حفظناها هتختفي قليلا. اذا في امراض في الشتاء طبيعي وبالتالي لو الصيف جه دي هتختفي، والعكس صحيح. زي الاسهال، الاسهال احنا ما بنبصلوش بدرجه كبيره جدا مع انه من اكثر الامراض خطوره وانتشارا في جميع انحاء العالم. الاسهال تقريبا كل سنه بيقرب من 1.5 الى 2 مليار حاله، يعني ربع سكان العالم وخاصه من الاطفال كتير جدا بيصابوا بالاسهال. بيموت تقريبا 1.5 مليون حاله اسهال، والاسهال بيجي غالبا اسهال معوي في الصيف. يعني الاجابه البسيطه فعلا اكثر الامراض المعديه بتنتشر في الصيف. ارتفاع درجه الحراره له تأثير، له تأثير، لأنه بيخلي معظم الجراثيم والبكتيريا والفيروسات بتبقى مصحصحة شوية وبتشتد في الصيف. اللي هو بيسموه الحاضن بتاعها، الحاضن بتاعها بيزداد في الصيف، التكاثر بتاع الفيروسات والجراثيم بتزداد في الصيف. ده بالنسبة للفيروسات والجراثيم. طب الناحية التانية هتلاقي البشر بتقل مناعتهم شوية في الصيف، لانه في الصيف يعني هيقعد بقى وانتوا عارفين يعني مش هنزود في انما بتقل المناعه قليلا قليلا، لو كان طبعا ما فيش مكيف، ما فيش درجه المراوح والحاجات دي. وكمان فده المناعه مع قوه الفيروس او قوه البكتيريا بتدي بيئه حاضنه للامراض المعديه او كثير من الامراض المعديه، لانه طبعا في امراض مخصصه في الشتاء وبالتالي بتزداد غالبا.